شركة المرجان للاستثمار هي إحدى شركات مجموعة المرجان، تأسست في عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التجارية والسكنية والترفيهية، ومن أهمها مجمع البحيرات بمدينة جدة الذي تم الانتهاء من تنفيذه بمساحة بنائية تزيد عن 9000 متر مربع خصص للاستثمار الترفيهي، وأيضاً مجمع سرايا بجدة الذي تم الانتهاء منه هو الآخر بمساحة بنائية تزيد عن 16000 متر مربع وقد خصص للاستثمار السكني، كما تم تأجيره بالكامل، وكانت الزيادة في صافي أرباح المشروع 80% عن الدراسة المقدمة. شركة المرجان للاستثمار قامت كذلك بالبدء في المشاريع الأخرى، ومن أهمها مجمع الهجرين الذي يتكون من 4 مراحل بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 90000 متر مربع. بدأ التنفيذ بمشروع مجمع الهجرين في مرحلته الأولى بمساحة بنائية تزيد عن 17000 متر مربع وخصص للاستثمار السكني، كما يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في منتصف العام القادم 2015. مجمع الهجرين الجزء التجاري واحد، حيث تم البدء بدراسة تنفيذية بمساحة بنائية تزيد في مرحلته عن 18000 متر مربع وقد خصص للاستثمار التجاري. وفي الجزء الثاني من المشروع، وهو الجزء التجاري في مرحلته الثانية، سيتم تنفيذ المشروع بشكل متكامل تجاري فندقي بمساحة بنائية أكبر من الأولى تزيد عن 78000 متر مربع. وفي الجزء الحالي من المشروع، وهو الجزء المبني سابقا، سيتم تنفيذ مشروع إضافة وحدات جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بمجمع الهجرين في جميع مراحله 500 وحدة سكنية. مجمع الفيصلية هو أيضا أحد المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، حيث تزيد مساحته البنائية عن 52000 متر مربع وقد خصص للاستثمار السكني التجاري، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2016، وتسير وتيرة العمل فيه حسب الجدول الزمني. كذلك مشروع شاليهات البحيرات في المرحلة الثانية الذي تم البدء بتنفيذه، ويعد أحد المشاريع التي تنفذها المرجان للاستثمار، وهو بمساحة بنائية تزيد عن 9000 متر مربع خصص للاستثمار الترفيهي، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية العام 2016، وقد تم البدء في المشروع قبل الوقت المحدد ب6 أشهر. وآخرها مجمع التحلية، وهو مجمع سكني تجاري في منطقة الحمراء الذي تم البدء بتنفيذه على مساحة بنائية تزيد عن 20000 متر مربع، كما خصص أيضا للاستثمار التجاري السكني، ويتوقع الانتهاء منه في منتصف العام 2017.